إذن مشاهدينا الكرام، لا بأس أن نفتح ملفنا الأول للنقاش فيما يخص هذا الموضوع، يعني لقاء ولاة الجمهورية بحكومة عبد العزيز جراد. رئيس الجمهورية يدعو الولاة إلى التغيير على المستوى المحلي، تكفل بالأطفال المتمدرسين في المناطق المعزولة من أولويات الحكومة، والجزائر العميقة مناطق بعيدة عن أعين المسؤولين إلى متى؟ ووصف رئيس الجمهورية بمناطق الظل. يحضر معنا من قصر الأمم على المباشر السيد يوسف محيوت والي ولاية تندوف. أهلا بك سيدي الكريم، صباحك سعيد. صباح الخير لكل متفرجين قناة النهار. بداية سيدي الكريم، كيف تقيمون وما هي نظرتكم يعني لهذا اللقاء الأول من نوعه بين ولاة الجمهورية وحكومة عبد العزيز جراد، والتي ومخطط الحكومة أيضا الذي جاء في ويحمل بين طياته العديد من الإصلاحات والبرامج التي يجب تطبيقها خاصة محليا؟ إذن كما شاهدتم وكما شاهد الجميع، هذا اللقاء اللي كان تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية، لقاء الولاة مع الحكومة، يعني هو منظم تحت شعار من أجل جزائر جديدة. إذن اليوم كما تابعتم وكما تابع كل المتفرجين، هناك نمط عمل جديد لابد أن المسؤول اليوم يقوم به على مستوى يعني المسؤولية تاعو. إذا اليوم مادام أن السيد رئيس الجمهورية تطرق إلى بعض المواضيع، وحش حتى شفنا يعني دي ريبورتاج هنا في قصر الأمم، وين يعني كل المسؤولين يعني تأثروا بالصور التي يعني شاهدناها، وهذا يخلينا انه اليوم نفكر في نمط جديد في تسيير تاع الشؤون يعني العامه تاع المواطنين. اليوم راكو شاهدتوا انه رئيس الجمهوريه اكد كثير وقال انه المسؤول اليوم ما لازمش يعني يسير الامور تاع يعني تاع المواطنين من المكتب نتاعو، ولكن لابد انه نروحوا يعني نخرجوا للميدان ونشوفوا الحقيقة كيفاش راهي موجودة. مواضيع كثيرة تكلمنا عليها، مادام أنه تكلمتوا على يعني الأطفال المتمدرسين لليوم، ممكن ماهمش فقط في بعض يعني المناطق اللي نسميوها مناطق الظل، ولكن في بعض الأحيان حتى في بعض المدن اللي نعرفوها انها كبرى، ولكن معاناة تاع هاد المتمدرسين في كل المجالات راهي معروفة، مثل النقل المدرسي، مثل يعني تناول الوجبة الساخنة مادام انه نحن في فصل الشتاء. كل هذا لابد انه نعتني به، لانه كاين مظاهر يعني مؤسفة لابد انه يعني نحيوها ان شاء الله من الديكور نتاعنا ان شاء الله. جميل انه لقاء الحكومه بالولايات تطرق ايضا لمواضيع مهمه، خاصه فيما يخص التنميه المحليه، الجبهه الاجتماعيه التي تعتبر من اهم الملفات، كما تطرقتم ايضا واكد عليها رئيس الجمهوريه وتحدث عن مناطق الظل بالجزائر العميقه، التكفل بالاطفال المتمدرسين في المناطق المعزوله التي اصبحت من اولويات الحكومه وهي الان من اولوياتكم، خاصه من أولويات ولاة الجمهورية. الآن ما هي الآليات الأنسب من وجهة نظركم الآن من أجل تطبيق كل هذا على أرض في الميدان وعلى أرض الواقع؟ يعني اليوم لابد أنه نتكلموا مع المواطنين، لأنه المواطنين هما أدرى يعني بالمشاكل وبالمعاناة اللي يعيشوها يوميا. إذا احنا لابد أن الخرجات الميدانية تمدنا الحقيقة، المشاكل معروفة، المواطن اليوم واش يطلب؟ يطلب أمور يعني بسيطة، أمور مثلا اللي تتعلق بالمياه الصالحة للشرب،
الأمور المتعلقة بالكهرباء، الأمور المتعلقة يعني تزويدهم بالغاز الطبيعي، مشاكل المتعلقة كذلك بما يسمى بالإنارة العمومية. كل هذه الأمور يعني لابد أنه إحنا نعينوها، نديروا الدياغنوستيك نتاعها. وفي بعض الأحيان كثير من المسؤولين يقولوا أنه عندنا بعض المشاكل يعني تاع يعني لي مويان فينونسي، الوغ كو يعني في الحقيقة لما نديروا الدياغنوستيك نتاعنا نصيبوا أنه بعض الأموال متواجدة ولكن ما على بالناش بها. إذا هذه الأموال المتواجدة يعني وراهي في يدنا، لابد أنه نلوكاليزيوها ونعاودوا يعني اون فالا ريديبلواي بور باش ناخذوا بعين الاعتبار هذه المشاكل المطروحة ونخفوا من معاناة تاع المواطنين تاعنا إن شاء الله. جميل سيدي الكريم. في نقطة أخرى أيضا فيما يخص محورنا الثالث، فيما يخص دائما الجزائر العميقة الآن التي يجب التركيز عليها، خاصة البعض يقول بأنها مناطق أصبحت بعيدة عن أعين المسؤولين. هل انتهى الآن من خلال مخطط عمل الحكومة، من خلال استراتيجية الجديدة، هل الآن ستصبح أمام أعين المسؤولين؟ بإذن الله سنصبح أمام أعين المواطنين. وإحنا شفتوا إذا كان تبعتوا سيد رئيس الجمهورية، المواطن ما لازمش نخافوه باش نتحاوروا معاه، لازم نعطيوا له الفرصة. على بالكم في بعض الأحيان هذا المواطن يعطينا أفكار يعني اللي تخلينا إحنا ندخلوا بطريقة يعني سهلة. إن شاء الله إحنا نكون أذن هاد المواطنين، نسمعوهم ونروحوا إن شاء الله ليهم. ولازم كاينة حاجة اللي بالنسبة لنا إحنا مهمة، هو أنه لابد أن نقولوا له الحقيقة، لأنه الحقيقة هي اللي تخلي يعني المواطن يرتاح أمام المسؤولين، ويخلي المسؤولين كذلك ما يضيعوش هذيك يعني لا كريديبيليتي نتاعهم. ان شاء الله عهد جديد راه ينتظر فينا، منهجيه جديده راهي تنتظر فينا. ان شاء الله نكونوا في حسن ظن هادو المواطنين. وباذن الله اذا كان يعني تبعنا التوصيه تاع السيد رئيس الجمهوريه، لا محالة نوصل إن شاء الله الأهداف نتاعنا. جميل. هناك أيضا نقطة أخرى لو سمحت لي سيدي الكريم، لأنه حتمية العمل الآن بشكل خاصة كما جاء دائما في مخطط عمل الحكومة، حتمية العمل بشكل منسق واستعجالي من أجل الاستجابة خاصة لطلبات المواطنين وتلبية حاجاتهم، خاصة منها التي لا تحتمل التأجيل. ما هي الأولويات الآن المطروحة أمامكم والتي ستباشرون بها بعد الانتهاء من هذا اللقاء ومباشرة تطبيق مخطط عمل الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية في الميدان؟ إذن كما تكلمنا على انشغالات المواطنين، لابد أنه كذلك نتكلموا على الاقتصاد، لأنه اليوم عهد جديد راه ينتظر فينا، هو أنه لابد نفجروا القدرات نتاعنا من ناحية الاقتصادية. مثلا لما نتكلم على منطقة تندوف، وأنا حاليا واليا للولاية تندوف، هناك يعني مؤهلات لتخلي هذه الولاية تلعب دور في المجال الاقتصادي. مثلا على سبيل المثال هناك أضخم منجم حديد على مستوى منطقة غار جبيلات، اللي لابد أن نفكر فيه إن شاء الله باش يعني نديروا نهضة اقتصادية على مستوى هذه المنطقة. كما كذلك على سبيل المثال المعبر اللي فتحناه يعني منذ يعني أشهر قليلة،
وبين ولاية تندوف وموريتانيا. هذا المعبر كذلك يخلينا يعني نكثفوا يعني العلاقات الاقتصادية بين البلدين إن شاء الله. كذلك هناك يعني تفكير في ممكن تحويل المياه الصالحة للشرب من منطقة أدرار إلى منطقة تندوف، الشيء اللي راح يخلينا ممكن إن شاء الله نستثمره كذلك في مجال الفلاحة إن شاء الله. إن شاء الله. الكل شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف محيود والي ولاية تندوف، ونعتذر إن أطلنا عليك، أنا ندرك جيدا بأن الأشغال انطلقت بقصر الأمم. على كل بالتوفيق وشكرا جزيلا لك سيدي الكريم.